نصل المشاهدين إلى فقرة ضيف النشرة ونناقش فيها المبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس قصد تسهيل عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلادهم. انضم إلينا دكتور محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء الخير عبد الله. بروفيسور، يعني زيادة على الجوانب الإنسانية والاجتماعية لكل هذه الإجراءات، ما أهميتها يعني هذه الإجراءات والمبادرات في هذه الظروف؟ أكيد بأنها عناية كريمة خاصة لجلالة الملك بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأكيد بأنها مبادرة ببعد إنساني ببعد اجتماعي، وكذلك مبادرة جاءت في ظرفية خاصة. نحن نعلم بأن أفراد الجالية المغربية يعني كانوا كشأن باقي المواطنين تحت وطأة كوفيد، وأنهم غابوا عن زيارة وطنهم وأهلهم خلال يعني سنة ونصف على الأقل، وأن يعني كان لذلك تأثير كبير على نفسيتهم، كما أن ظروف الجائحة كان لها تأثير كبير على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وبعد أن جاءت هذه المبادرة التي أولا يعني انطلقت بفتح حدود المملكة لعودة ودخول المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج والسياح كذلك، وجاءت في ظرفية خاصة، غير أن ما نلاحظ أن عودة عملية مرحبة بعد توقفها في السنة الماضية ظهر مباشرة معها يعني ارتفاع كبير في أسعار التذاكر، مما جعل من المبادرة الملكية مبادرة يعني لاقت بهجة واستحسانا كبيرا لدى المواطنين، فهي جعلت الإنسان يعني أولا، وأعطته كذلك فرصة ربما لو لم تتم هذه يعني المبادرة الملكية بالشكل الذي يعني هي عليه اليوم لما سمحت الفرصة للكثيرين ليفكروا في زيارة وطنهم وأهلهم. فبالتالي هي مبادرة متميزة، مبادرة فريدة، ومبادرة تؤكد يعني عطف ويعني ما يكنه كذلك جلالة الملك لشعبه من حب ولهذه الفئة من المواطنين، حيث أنها تؤكد أنه دائما في الاستماع إليهم، وأنه يعني بعين الأب الحنون يعني كانت هذه المبادرة التي تعتبر بكل المقاييس يعني مبادرة فريدة ومبادرة استثنائية. بالإضافة إلى أبعادها الإنسانية والاجتماعية لهذه المبادرة والخطوات الأخرى المرتبطة بها، لا شك أن السياحة هي من القطاعات التي تضررت كثيرا جراء جائحة كورونا. إجراءات كهذه كيف تساهم برأيك في تنشيط السياحة الداخلية ويعني تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ككل؟ أعتقد بأن يعني هذه المبادرة من خلال أولا ما ستعيده كحيوية لنشاط النقل سواء يعني الجوي أو البحري، فالخطوط الملكية المغربية قامت بعرض ما يقارب 2.5 مليون من المقاعد خلال الفترة ما بين 15 يونيو و 15 شتنبر يعني بأسعار استثنائية. هي نفس الأمر بالنسبة لكذلك يعني الرحلات البحرية انطلاقا من فرنسا وإيطاليا والبرتغال، وهي يعني بأثمنة يعني بأثمنة جد متميزة، وكذلك بإحداث تعويض عن التنقل كما جاء يعني في مرسوم الحكومة الذي سبقت عليه اليوم وفقا للتعليمات الملكية. كذلك يعني
هذه يعني هذا الحضور القوي للجاليه المغربيه ونجاح المغرب في تدبير يعني الجائحه ونجاح عمليه التلقيح التي يعني ناهزت 18 مليون مغربي ملقح اليوم، مما يجعل يعني هذه العمليه تجعل المغرب من بين يعني العشر الأولى في العالم في هذا المجال، فبالتالي كلها معطيات ستعيد للحياة الاقتصادية يعني انتعاشها. ولاحظنا بأن يعني وما هو كذلك قائم من خلال يعني مبادرات تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج، كل التعليمات التي أعطيت لمختلف الأنشطة ذات الطابع السياحي منذ فتح الحدود، فبالتالي هناك يعني الكثير من الامتيازات والكثير من الأسعار يعني المغرية التي أكيد بأنها ستعود بالنفع على يعني على النسيج الاقتصادي المغربي برمته وعلى يعني النسيج السياحي بصفة خاصة. نعم بروفيسور بن حمود، دعني أنتقل بك إلى مستوى آخر في النقاش، ونعلم أن لديك بعد نظر في الأشياء. يعني هذه العملية مرحبا تتزامن و يعني تقديم النموذج التنموي الجديد بالمغرب، أي مكان للجالية المغربية في النموذج التنموي، ونعلم بأنه أعطى حلولا تناسب طموحه؟ أكيد بأن النموذج التنموي الذي هو اليوم يعني بين يدي المغاربة ليتملكوه وكذلك ليصبح خارطة طريق بالنسبة لنا جميعا، هي فرصة بوجود الجالية المغربية خلال يعني هذا الصيف كذلك لتتقاسم معها يعني اللجنة الاستشارية في لقاءات يعني النموذج التنموي الجديد، وتعطيها فرصة تملكه بشكل كذلك مباشر، هي فرصة كذلك لننخرط جميعا في هذا النموذج. وكما تفضلت فالجالية المغربية المقيمة بالخارج لها مكانة ودور كبير، لأنها رافعة أساسية وفاعل كبير كذلك، ليس فقط من خلال يعني التحويلات المصرفية التي تقوم بها وهي مهمة جدا، ولكن بحضور قوي في هذا الجانب، وأعتقد بأنه مستقبلا سيكون للكفاءات وللطاقات وللأطر المغربية يعني المقيمة بالخارج. أسألك في هذا الجانب لمختلف الفاعلين بروفيسور الحمو، يعني ندرك هذا الأمر، يدي سؤال هنا يتعلق بأهمية تغيير الصورة ربما نمطية، سواء نظرت مواطن داخلي المغربي لمغاربة العالم كزائرين موسميين، وأهمية تغيير الصورة النمطية لمغاربة الخارج بشأن الأوراش المفتوحة الكثيرة التي ستغير كثيرا من المعطيات وستغير وجه المملكة بأكمله. فعلا نحن معا نبني المستقبل المشترك لبلدنا، ونحن معا نبني مستقبلنا، فبالتالي نحن في علاقة تكاملية بين مغاربة المغاربة الذين يعيشون في وطنهم بشكل دائم ومستمر، والمغاربة الذين يعيشون خارج وطنهم بنفس درجة المواطنة وبنفس قوة حبنا لوطننا ولملكنا كذلك، وبنفس التزامنا جميعا بخدمة يعني مستقبل هذا الوطن الذي ننتمي إليه. فأكيد بأن يعني هذه الفرصة هي كذلك لتقوية هذه العلاقة التي هي قائمة بين يعني هاتين الفئتين من أو الشريحتين من المغاربة، هي فرصة للجميع. وأعتقد بأنه لو سمحت في ثواني معدودة، ينبغي أن حين نتتبع يعني ردود الفعل وما هو حاضر بقوة في يعني وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أن يعني الجالية المغربية عبر يعني العالم تشيد بهذه المبادرة وتعبر عن حبها لوطنها، وبالمقابل نلاحظ أنه لدى بعض الجاليات الأجنبية في جوارنا انت
انتكاسة كبيرة، لأن قادة هذه الجالية وبلدانها لا تقوم بمبادرات إنسانية مثل هذه التي نعيشها اليوم. وصلت هذه الفكرة، شكرا لك دكتور محمد بن حمو الخبير في القضايا الاستراتيجية المحلي السياسي القناة، شكرا جزيلا لك.